السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جديد في قناة الإمارة والحمام والصفير. النهاردة تكملت الفيديو السابق، أما إحنا حطينا بيض يمام بلدي تحت اليمام الإماري، وما شاء الله اليمام فقس زي ما وريتكم في الفيديو اللي فات. دلوقتي ما شاء الله الزغلول البلدي، بصوا عامل إزاي يا جماعة. أدي الزغلول البلدي، ريش البني بتاعه، والديل اللي فيه السفين البيض أهو. ده الزغلول البلدي يا جماعة، كبر تحت اليمام الإمري أهو. وادي الزغلول الإمري، ما شاء الله الفرق برضك واضح أهو. بصوا يا جماعة الشكل أهو. ده الزغلول البلدي الغامق، وده الزغلول الإمري الأبيض البني أهو. طبعا ده عشان بيبقى ريشه غامق وبني محروق، غير الإمري بيبقى لونه زي البيش كده. ادي زغلول وزغلول، هنتابع مع بعض، هنتابع برضه في الفيديوهات مع بعض. ده سن اسبوع 7 ايام اهو. ادي فرد امر وفرد بلدي، حطينا البيض تحتيهم فقسوا. ورينا الفيديو وهما بيطلعين من البيضه ولسه صغير، ودي دلوقتي كبروا عمر 7 ايام اهو. هنضلنا نتابع في التصوير لحد ما يكبروا خالص، وهنبردك هنحطهم في قفص مع بعض، بحيث ان هما ان شاء الله يطلعوا ذكر وانتهية، وهتلاقيهم هيبيضوا مع بعض ان شاء الله. يكون الطابع الخوف اللي فيهم يكون ده مفهوش شوية، يبقوا ايه كويسين مع بعض ميخافوش. طبعا بتأكلوا عادي ومفيش فرق بين ده وبين ده. والزغلول ما شاء الله قد بعض برضه كويسين. دول الجزء البلدي اللي احنا كنا واخدين منهم البيض اهو، لسه القش بتاعهم زي ما هو، ولسه بيلموا قش وهبيضه تاني. وده الجزء ده لسه ما بطش، حاطين تحت الجزء ده برضك بيض بلدي اهو، بيضه وبيضه برضه. وادي البيضه البلدي هي المسود ده على اليمين اهي، اهي قدام صباعي. والبيضه التانيه الإمري، يبط الإمر التانية اتكسرت، فاحنا حطينا ايه البيضة تحتها. ودول راقدين على بيض إمري عادي، بس انا برضك يعني ايه من الفيديو بتاع النهاردة قلت اوريكوا الزغلول البلدي ما شاء الله كبر عامل ازاي اهو. دي احلى حاجة برضك في الفيديو اللي هو ايه زغلول إمري وزغلول بلدي تحت قص إمريات اهو. في فيديو سابق اللي احنا كنا مصورينه، وفيديو قبليه كانوا لسه البيض، وبعد كده فيديو اللي هو طلع من البيضة، ودي فيديو النهاردة عمر 7 ايام اهو ما شاء الله عليهم كده. وتلاحظوا كمان السمار بتاع البلدي، بصوا السمار بتاع البلدي غير الامر خالص، بتلاقي برضك ايه حجمه قليل عن الامر، هو كبير في نفس سنه، بس تلاقي الايه البلدي شويه بتبقى ايه جسمه اقل شويه زي في الطبيعي كده. اليمام البلدي بيبقى جسمه محمل عن اليمام الامري، معذرة، بيبقى جسمه محمل عن البلدي اهو. ده عمر 7 ايام. بصوا الزغلول ده يا جماعه، ده عمر 15 يوم، برضه في فرق. الريش بيبقى كاسع على اللحم، وبدا السيوف تطلع اهي، والريش يكتمل. غير الزغلول ده عمر 7 ايام لسه ايه الريش بينبت فيه، كل ما يكبر طبعا كل ما هتلاقي ايه حلوة اكتر. طبعا هنتابع مع الفيديوهات ان شاء الله برضك ايه تشوف حاجة جديدة. ده برضك ايه عمر بالظبط 5 ايام كان البيضة باظت والزغلول هو اللي. طبعا في الحر ما بلومش اليمام على اي حاجة، اذا كان البيض يتكبس او البيض يتكسر او زغلول وزغلول او الحاجات دي، عشان تعرف عشان نعرف برضك الحر الشديد برضك عليهم مفيش مشكلة. وفي ما شاء الله بيطلع الزغلولين اهو كويسين ومفيهمش اي مشاكل. ودي برضك مجموعة شباب مع شغال قافل، وفي جوز كان بايت بيضة واحدة واتكسرت، فانا حطيت لهم زي صندوق كده درج بتاع عصافير بيبتدوا ايه يبيضوا فيه لحد ما نوصل لهم بس مكان. ودي ما شاء الله معاها زغلولين اهو وبيضة، بيضة اهي
بس كنا نطمن الاول الزغاريد بتاكل لوحدها، فعلا بتاكل لوحدها، بس ايه شوية نأكد عليهم اكلهم بياكلوا كويس وياكلوا تمام عشان ما يقعوش مننا وتقوم ايه مات. وادي ده زيف على نهايته، عايز يكسر عليها طبعا وهي بيضة، مهما يعمل ومهما يضرب فيها عمرها ما تتكسر عليه او تتزوج تاني لحد ما تطلع الزغاريد اللي تحتها او البودرة اللي تحتها. بس هو عامة الديكورة بتشوف كده يعني، ما تقلقش من اي حاجة. طبعا في اي حاجة، في اي تعليق اكتبوا لي، في اي معلومة، في اي حاجة اكتبوا لي في تعليق ان شاء الله ونتواصل مع بعض. لو في اي حاجة غريبة في الفيديو ده اكتبوا لي في تعليق وان شاء الله نتواصل مع بعض، نتكلم مع بعض. بس الزغلول البلدي والزغلول. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.